السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة وصفات أم آدم وكريم. كنتمناكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم إن شاء الله غنقترح عليكم هذا الاقتراح اللي ساهل وبسيط، هكذا تحضروه التحلية ديال رمضان. غنحضروا بسبوسة بدون بيض، غنحضروها واحد الكريمة اللي ساهلة وبسيطة وبمقادير جد اقتصادية، كتجي خفيفة وكتذوب في الفم ومشربة ومعلكة. فيلا ندوز معكم مباشرة المقادير والطريقة. فبسم الله على بركة الله نبداو. أول حاجة بتحضير الشربات أو القطر باش نخليوه يبرد. غنحتاج ليه كأس ديال السكر سنيدة أو السكر الخشن ما يعادل 150 غرام، وكأس ديال الماء عادي من الروبيني ما يعادل 250 مللتر. فأنا عندي هذا الكأس كيهز 250 مللتر. بكأس العلبة ديرو كأس ونص، وكنضيف تقريبا واحد ربع كأس ديال عصير الليمون الحامض. غدا نضع هاد المكونات على النار حتى كيذوب داك السكر وكيبدا الخليط في الغليان. ملي كيبدا لكم هكا الخليط كيغلي غادي تحسبوا له 10 ديال الدقائق، حتى كيبدا يغلي كتحسبوا له 10 ديال الدقائق صافي، وتطفيو عليه وتخليوه يبرد. دابا غندوز نحضر معكم خليط البسبوسه. كما سبق لي ذكرت لكم ما غنديروش فيها البيض. ففي واحد البول غنوضع علبه ديال الياغورت او زبادي بنكهه الفانيليا، تقدروا ديروا كذلك حتى نكهه الموز. الوزن ديالو 150 غرام. كنضيف كاس الا ربع ديال زيت المائده اولا الزيت النباتي ما يعادل 120 مللتر، مع نصف كاس ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن ما يعادل 80 غرام. ما نساوش كذلك رشه ديال الملح مع كيس ديال سكر فانيليا. كنضيف كاس ديال الحليب تقريبا واحد 180 مللتر صافي، وكندمج اولا كنخلط المكونات كلها بالطراب اليدوي حتى كيندمجوا لنا المكونات مع بعضهم. صافي هنا من بعد ما خلط غنبدا نضيف النواشف. فعندي كدفعه اولى كاس ديال السميد الرقيقه اولا السميد المتوسط بالنسبه للاخوات اللي في الشرق، يعني السميد المتوسط درت كاس. وهنا غنضيف نصف كاس اخر، يعني ضفت نصف كأس ونصف عفوا ديال السميد اللي كندير بها الحرشه والبسبوسه والبغرير، مع كيس ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر من وزن 8 غرام. غدا نعاود ندمج المكونات كلهم مزيان، كيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، ما تيكونش سائل بزاف وفي نفس الوقت ما تيكونش ثقيل. في هذه الاثناء كنت انا وجدت هذا المول، هذا اولا المول العجيب اللي دهنته بالزبده ورشيته بالسميد ودخلته من قبل الثلاجة، يعني وجدته هو الاول. من الاحسن توجدوه هو الاول عاد ديروه في الثلاجة عاد كدوزوا تحضروا الخليط ديالكم. كنصب فيه داك الخليط ديال البسبوسه اللي حضرت معكم وندخل الطاوه ديالتي للفرن، يكون سخون من قبل على 170 درجه. تنوضع المول في الوسط، كنشعلو ديك ربع ساعه في الاول غير من الجهه التحتانيه على 170 درجه، من بعد كنعاود نشعلو من الفوق واحد هكا 5 حتى 10 ديال الدقائق. راه بسرعه تيطيب لكم هاد اولا كطيب لكم هاد البسبوسه. وكيما شفتوا فاش كنخرجوها من الفرن راه كتكون خفيفه وطريه مباشره ملي كتخرجوها من الفرن، كتقلبوها في الطبق ديال التقديم وكي كتشوفوا راه يعني كتزول بسهوله وما كتلصقش ولو في تفوته يعني في المول. السر هو انكم تتوجدوا المول ديالكم تدهنوه بالزبده وترشوه بالسميده وتوضعوه في الثلاجه مباشرة. والبسبوسة سخونة كتاخدوا داك القطر أو الشربات اللي خاصو يكون هو بارد، ضروري يكون بارد باش كتشربوا لكم البسبوسة وتجي فتية. كتسقيوها كاملة، ما تنسوش كذلك حتى دوك الجنيبات صافي، ونخليها هكا حتى كتبرد وكتشرب تماما. دابا غندوزو نحضروا الكريمة. فغنحتاج ليها 300 مليلتر ديال الحليب، غنعبروا معكم هكذا بالكاس ديال العلبة، غيعطيكم كاس وافي والكاس الثاني ناقص جوج أصابع. كما قلت لكم المجموع 300 مللتر. كنضيف عليه كيس ديال السكر فانيليا، غنضيف كذلك 3 ملاعق كبيره ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق. تقدروا تضيفوا كذلك هنا حتى القشره ديال الحامض محكوكه، كتجي من السمن لهاد الكريمه وكتجي بنينه. وغنضيف ملعقه كبيره مملوءه جيدا وشويه ديال النشا اولا المايزينا، يعني ملعقه كبيره مملوءه وشويه ديال النشا اولا المايزينا اللي تقدروا تعوضوا كذلك حتى بودره الكريم باتيسير، يكون احسن الا متوفره عندكم، انا ما متوفراش عندي صافي. وكنوضع الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد معكم الكريمه صافي، وكنزولها ونضيف ليها جوج ملاعق كبيره مملوءه ديال اي جبن كريمي. تقدروا تضيفوا هكذا جبلي اولا تضيفوا كذلك واحد العلبه ديال ياغورت طبيعي بدون سكر، اولا ياغورت ديال بيرلي مع جوج قطع ديال الجبن مربعات اولا جبن كيري.
كتضيفوهم وكتخلطوا حتى كيذوبوا لكم يعني بهذيك السخونيه تاعت الكريمه مباشره، والكريمه سخونه غادي تصبوها في البسبوسه ديالكم، ما تخليوهاش تتقساح لانها غتجمد معكم. غتصبوها هكذا وهي سخونه، غنحاول هكذا نوزع في الاول ديك الطبقه اللي درت، عاد كنضيف الطبقه الاخرى اولا الكميه الاخرى اللي بقات ليا. فيعني ديك الكميه عطيتكم تاعت الكريمه راه كتكفيكم باش تعمر لكم هذيك الخويه، اولا كيبقى يعني على حسب يعني المول ديالكم. نسيت ما قلت لكمش بان القطر ديال المول اللي استعملت هو 27 سنتيمتر، فسمحوا لي نسيت ما ذكرتهاش قبيله، القطر ديالو 27 سنتيمتر صافي. كي كتشوفوا غنزين البسبوسه ديالي بشويه ديال البيستاش هكذا مهرمج، تقدروا تزينوا بالكوك اولا الكاوكاو كونكاسي اولا النمتوفر عندكم هكذا كتزينوا به. من بعد فاش غادي نزينها غادي نخليها هكذا على سطح العمل حتى كتدفى ليا شويه ديك الكريمه، وغندخلها للثلاجه باش ملي تقطعوها ما تسيحش معاكم، ضروري ما تخليوها حتى كتبرد تماما باش كتماسك، عاد كدوزو تقطعوها. كي كتشوفوا هنا ملي كنقطعها يعني ما تكون صافي تماسكات يعني ما كتلصقش لكم في السكين، فراه ما شاء الله انتما كتشوفوا راها يعني السكين كيدوز فيها يعني بسهوله، راه كتجي ما شاء الله طريه طريه بزاف ومشربه. واخا ما استعملناش البيض ما نقولوش يعني حيت ما فيهاش البيض ما غاديش تجي زوينه، بالعكس كتجي خفيفه وحسن من هذيك اللي كنديروا فيها البيض. هنا قربت لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي مشربه من الداخل. بالنسبه لهذه البسبوسه هذه تقدروا تنكوها باش ما بغيتوا، تقدروا هكذا ديروا القشره ديال الحامض اولا القشره ديال البرتقال اولا ديروا كذلك في الكريمه الا بغيتوا المذاق ديال الزهر، ضيفوا لها هكذا واحد الملعقه ديال ماء الزهر باش كينسمها حتى هي كتجي لذيذه بزاف. فشوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي من الداخل مشربه رائعه. انا اكيد الا جربتوا هذه البسبوسه هذه غتغنيكم على البسبوسه اللي كنديروا بالبيض، فراه كتجي احسن يعني. والعنوان ديال الوصفه راه كيبان لكم غير التقطيعه، راه ما شاء الله كتجي فتيه فتيه بزاف. كنتمنىكم فعلا تجربوا هذه البسبوسه هذه السهرات ديالكم ديال رمضان اولا التحليات ديال رمضان، فراها فعلا وصفه ديال البسبوسه اللي تستحق منكم تجربه وغادي تعجبكم بزاف بزاف. فوصلت النهايه ديال الفيديو، كنشكركم بزاف على المشاهده، ما تنساونيش فضلا ولا ليس امرا من اللايكات ديالكم باش تزيدوا تشجعوني، وكذلك البارطاج مع احبابكم صحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل الفائده على الجميع. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وباش بتمنيتو ان شاء الله. فشكرا لكم بزاف على المشاهده، نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم، مع السلامه.